كاينه شي وحده اللي هي ما باغاش انها تسكن مع الاهل ديال الزوج ديالها، هي ما هي باغا رجل تسكن معاه بوحده، باغين يكونوا مستقلين. انا كنقول من حقها، يعني هي من حقها انها تشترط هاد الشرط هذا من غير من بعد الدين والخلق. كاينه وحده اللي عندها استعداد انها تسكن مع الاهل ديال الزوج ديالها، الله يكمل عليها. هادشي كيختلف. كاينه وحده مثلا ما قادرهش انها تسكن مع واحد في بيت، مثلا هو ما فحالوش نهائيا، غيكري ليها غير واحد الغرفه، هي القدرات ديالها ما قادرش انها تعيش واحد الفقر مثلا، كيف ما كنقولوا واحد الفقر بزاف، ما قادرش. من حقها انها تقلب على واحد اللي يكون شويه ميسور. فهذه كتبقى على حساب على حساب كل وحده وكيفاش كتشوف الامور. مثلا انا ما كانش عندي مشكل ان الرجل يكون ما عندوش، يكون فقير، ما كانش عندي فيها مشكل نهائيا، يعني كنت مستعده انني نبدا من الصفر، يعني نبدا من الحصيره الحمد لله. وفعلا داكشي اللي كان، والحمد لله ربي رزقنا من حيث لا نحتسب. ولكن كنت كنت خوف من مساله انني نسكن مع اهل الزوج، واخا ما كنتش يعني كنقولها هكا مباشره، ولكن بيني وبين الله هذه يعني كتبقى دعوه بيني وبين الله ان ربي يجيب لي رجل اللي غنسكن بوحدي، فهمتي؟ علاش؟ ماشي حيت انا ما باغاش الام ديالو ولا ما باغاش الاهل، ولا انا ما كنبغيش المشاكل وكنخاف بزاف من المشاكل، كنبغي نعيش مرتاحه، هذيك الام تبقى فوق راسي وحتى انا نبقى بحال بنتها. تلاقينا كنتلاقاو عزاز، بطبيعه الحال الابن ديالها راه واجب عليه انه يبرها يمشي عندها، حتى الا كان مثلا في بيت واحد كل واحد مثلا ساكن بوحدو راه يضل عندها، ما كاين حتى شي مشكل. ولكن داك السكنه شويه كتكون شويه صعيبه، خاصه الا كانت الام، كاين شي امهات يعني كيكون شويه صعاب دوك العيالات ديال زمان، وداكشي كيكون اختلاف ما بين الفكر ديالهم والفكر ديال هاد البنات ديال دابا، فهمتي كيفاش؟ يعني مثلا كاينه ام لا كتقول للبنت لا هذيك مرت ولدها، لا خصك تنوضي وديري راك عارف، خملي وفكي وحكي هنا وديري هذه وديري هذه. كاين البنات اللي ما كتبغيش، كتبغي على مزاجها كيف كنقول، يعني تتفيق على خاطرها، ولا مثلا دوك الماعن ديال الليل تخليهم حتى الصباح، تربي ولادها كيف ما بغات. كاين امهات مثلا كيدخلوا في كل شيء، وهذا الشيء كنقول لك انا من خلال تجربه ديال الاخوات اللي كيتواصلوا معايا، يعني بشكل يومي كنلقى هاد الرسائل ديال المشاكل مع يعني ما بين الحماس ومرت الولد. وحتى الامهات كيتشكوا من عيالات ولادهم، يعني ماشي المشكل ديما في الام، راه كيكون مشكل حتى في مرت الولد. شحال من مراه انا كتكلم معايا كتقول كتعاود لي على مرت ولدها كتعاملها واحد المعامله سيئه. فهنا انا اش كنقول، الا كان بالضروره ان هذا الرجل ما عندوش، يعني الام ديالو مثلا كاينه غير بوحدها، ولا ما كبار في السن هو والاب ديالو غادي يسكنوا معاه ماشي مشكل، ولكن خصو يقوم بالدور ديالو. يعني مثلا الا شاف الام ديالو كتظلم مرتو خصو يتدخل بالتي هي احسن بطبيعه الحال، ولا مثلا الا شاف مرتو كتظلمو خصو يتدخل. شحال من رجل دابا كيشوف مرتو كتسب مو كيسكت، كيدير راسو بحال ما كاينش، كيقول لك بين العيالات. لا ماشي بين العيالات، خصك كل خصك انت تكون توازن هذاك البيت، خصك توازنو، خص الام تحترم مرت ولدها، ومرت الابن تحترم الام ديال الزوج ديالها، باش هكا تكون الاسره يعني غاده في سكينه في طمانينه بلاش من المشاكل. وهذا الراي ديالي والله اعلم. الكلمه اللي ما تيحملوهاش بزاف ديال النساء هي مساله الطهر. انت كيفاش كتشوفي هذه الكلمه، وكيفاش كتعاملي بهذا المفهوم ديال الطهر داخل البيت ديالك مع الزوج ديالك؟ اولا خصنا نعرفوا بان الطاعه ديال الزوج هي امر من اوامر ديال الله سبحانه وتعالى. ربي هو اللي امرنا ان نطيعوا الزوج، ماشي احنا قلناها حيت احنا معقدين، ولا حيت احنا ما قاريينش، ولا حيت لا، هذا امر ديال الله سبحانه وتعالى. احنا كندويو مع المسلمات، الا كنتي مسلمه مؤمنه فعلا خصك تعرفي بان ربي امرك انك طيعي الزوج ديالك. المشكل دابا ديال هاد النسويات والبنات دابا اللي كيخاطبوهم هاد النسويات كيفورماطيو لهم العقل ديالهم، كيبينوا لهم بان طاعه الزوج ذل، بحال انت كتولي مدلوله قدام هذاك الزوج ديالك. راه ربي كيف ما امرك انت تطيعي زوجك وامرك انك تحسني العشره ديالو، راه في المقابل حتى هو امره بنفس الشيء، حتى هو امره انه يتهلا فيك، امره انه يعاملك كملكه في البيت ديالك. دابا واحد اللي انا كيعاملني وفقا للأوامر ديال الله سبحانه وتعالى، رفقا بالقوارير، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. في نظركم هذا اللي كيطبق هذا الشيء معايا، واش أنا ما نطيعوش؟ واخا ما يكونش ربي أمرني نطيعو أنا غنطيعو. راه كنشوفوا دابا حنا هاد البنات كيكون عندها يعني مصاحبه مع واحد ما كيجيها حتى شي حاجه، وكتلقى هذاك ما كيسوى ما كيصلح، يعني تلقى كيدير كاع المصائب كيديرهم، وكتلقاها كطيعوا واحد الطاعه، يعني كتقدس هذاك صاحبها كتقدسه، قال لها جلسي هنا حتى
حتى الصباح تبقى جالسه تما، ما تلبسيش هذه ما تلبسهاش، ما تخرجيش ما تخرج. ولكن ملي كتزوج هادشي كامل كيتغير. ملي كتزوج كتولي لا انت تقول لي شنو ندير، لا انا حره ندير اللي بغيت وانا غنحقق ذاتي. هنا شوف الشيطان كيفاش كيزين لهم المعصيه وكيفاش كيقبح لهم الحلال والطاعه اللي غتقرب بها الله سبحانه وتعالى. انت كيفاش كتبقى الطاعه؟ يعني ما لقيتيش مثلا شي امر امرك به الراجل ديالك وقلتي لا هذا صعيب عليا، علاش هو يامرني بهذا الامر هذا؟ لا ما كانش خصو يامرني. ولا كيفاش كتعاملي ملي كيكون مثلا شي خلاف بحال هكا؟ هو العلاقه الزوجيه هي مبنيه على المحبه والموده والرحمه والنقاش والحوار، اللي للاسف ولا مفقود دابا في العلاقات. ما بقاش النقاش، ما بقاش الحوار. انا كنقول الراي ديالي، كنقول انا اي حاجه بغاتها المراه مادام انها يعني في حدود الشرع وفي حدود يعني المباح تقدر تقنع بها الزوج ديالها، غير بالتي هي احسن وغير يعني بالحوار. وملي كتكون شي حاجه اللي زوجك رفض مثلا هاد الحاجه ما ديريهاش، ولا مثلا هاد الحاجه بغاك انك ديريها وحاولتي انك تقنعيه وما بغاش، ملي كتمتثلي الامر الله سبحانه وتعالى وكتطيعي هذاك الزوج راه انت عندك الاجر، ماشي كتطيعي ليه هو، ماشي على قبله. خصك اي حاجه درتيها مع الزوج ديالك ما ديريهاش على قبله، خصك ديريها لله. الا بقيتي كديري على قبل راجلك، هي فاش كنطيحوا في هذه القضيه ديال الجمل الشائعه غادي تضحي معاه حتى تعياي وفي الاخر غيمشي ويخليك، غتبقاي تضحي معاه حتى تعياي وما غاديش يعترف بالجميل ديالك. انا ما كنضحيش معاه باش يعترف بالجميل ديالي، انا ما كنضحيش معاه حتى الا مشى وخلاني، انا داكشي اللي ضحيت به وداكشي اللي درت راه ما مشاش، راه عند الله سبحانه وتعالى. انا كندير داكشي لله، راه واخا يكون هذاك الراجل ديالك خايب. حتى دابا شحال من وحده ملي كتجي كدويلي على الطاعه كتقول لك ايوا الطاعه الا كان الراجل مزيان ولا كان يستاهل، ولا أيه ولا ما كانش دراجة مزيان ما تطيعيهش، راه الطاعة ربي اللي أمرك بها، الطاعة باقا مفروضة عليك. هنا بحال كتبغي تقابلي يعني السيئة بالسيئة، يعني مثلا هو دار شي حاجة خايبة أنا، ولكن راه كطيحي أنت غتحاسبي بوحدك وهو غيتحاسب بوحده. داكشي اللي فرطتي فيه راه غتحاسبي عليه، ماشي غتقولي الله لا راه حيت هو دار داكشي علاش أنا درت. لا، الطاعة مفروضة عليك خصك تطيعي. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا واحد الطريق للمرأة سهلة جدا للجنة، غير اللي ما بغاتش الحرية الحقيقية والقيمة الحقيقية للمرأة. هي فاش قال بأن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. أربعة ديال الحوايج ساهلين، ما كيحتاجوا لا تخرجي ولا تدخلي ولا تقراي ولا تصدعي راسك ولا تقابلي شي مدير ولا حتى شي حاجه. أربعة الحوايج تقدري ديريهم غير في البيت ديالك، غتصومي الصيام ديالك شهر رمضان وغتصلي صلاتك خمس صلوات وغتحافظي على العرض ديالك وعرض الزوج ديالك وغطيعي الزوج ديالك. هاد الربعه هادو الا درتيهم انت كتختاري عندك ابواب الجنه، اختاري اي باب دخلي. واش كاينه شي قيمه اكثر من هذه؟ دابا العيالات كيخليو هذا الشيء وكيمشيو كيقلبوا على قيمتهم في بلاصه اخرى، راه مستحيل تلقاي قيمتك في بلاصه اخرى. شي هاد النسويات هادو وهاد الافكار العلمانيه اللي كيبقاو يقول لك راه بغاو يخرجوك للحريه ويخرجوك للنور، كانك انت في الظلام، كانك انت مقيده، راه غير كيكذبوا عليك. هما باغينك تكوني سلعه كيتاجروا بك وكيديروا بك الاشهارات وكيتمتعوا بك واي حاجه بغاوها كيلقاوها، ولكن ربي راه ما باغيش لك هذا الشيء. هذاك الشيء كامل هما اللي كيدعيوك ليه راه ربي ما باغيهش. ربي ملي كيامرك بطاعه الزوج الا وان فيها خير ليك، الله سبحانه وتعالى خلى الزوج هو اللي القوامه لمن معطيه للرجل. علاش؟ لحكمه. علاش ربي ما عطاش القوامه للمراه؟ راه هو اللي خلقنا والصانع ادرى بما صنع، راه الله سبحانه وتعالى عارف بان المراه كتحكم العاطفه. انا دابا نقدر مثلا وقت ما نط نقول لراجلي انا بغيت نمشي نخرج، يقول لي يا سيري هذاك الخروج والدخول ومثلا اي وحده تصاحبت معاها علاه ما غترجع في الاخر بالضرر؟ غترجع عليا وغترجع عليه وغترجع على الاسره ديالنا. ولكن الرجل مثلا حيت بزاف ديال النساء كيتشكوا من هذه القضيه كتقول لك راجلي ما كيخلينيش ندير صحابات بزاف، راه غير لمصلحتك، حيت هو كيشوف هو كيخرج هو كيخالط الناس هو كيسمع، عارف بان دوك الصحابات الا كانوا خايبين في الاخر غياديو بك للهاويه، غادي تقدري العلاقه ديالك انت وياه تاثر، تقدري تفرطي فيه تفرطي في وليداتك في الاسره ديالك. فالرجل ديما كيحكم العقل ديالو كيفكر في الامور من الناحيه العقليه، حنا لا حنا كنحكموا العاطفه. تقدر وحده خايبه جارتك
هي كتبان لك خايبه، ولكن وقت ما جات دقات عليك انت كتحشمي تقولي ليها لا ما تدخليش ولا ما تبقايش تجي عندي، غتبقى غاده جايه. هذيك الجاره تقدر تاديك في البيت ديالك، تقدر تدخلك وساوس. شحال من اسره شتتات غير بسبب هذا الشيء. جارتي كتدخل عندي كل مره وتسمع راجلي قال لي شي حاجه وتقول لي علاش خليتيه يقول لك بحال هكا، وعلاش انت كتخليه يرفع عليك صوتو، علاش هذه وعلاش هذه، كتدخل ديك السوسه كتشتت الاسره. ولكن الراجل كيحكم هو العقل، ملي غيشوف هذيك الجاره داخله خارجه وكيشوف فيها ماشي هي، غيجي يقول لك هذيك الجاره ما تبقاش تدخل. انت مفروض عليك انك طيعي وهذيك الجاره ما تدخلش. قال لك ما تخرجيش ما تخرجيش، ما تسافريش ما تسافريش، اي حاجه. دابا سبحان الله كيف قلت لك ملي كنرجعوا للشرع كنلقاو بان الصيام هي عباده، باش ان المراه تصوم خصها تشاور مع راجلها. صيام تطوع. صيام تطوع بطبيعه الحال، صيام تطوع باش انت تصومي خصك تنوضي وتمشي عند راجلك وتقولي ليه فلان واش ممكن انني نصوم، الا قال لك اه صومي، الا قال لك لا ما تصوميش. هذه في العباده، وهذه كتجي غتخرج الدور مع صحباتها ويبقاو يكركروا مع الرجال، كتقول لك لا انا ما نتشاوش مع راجلي، نخرج انا وقت ما بغيت. ربي كيقول لك تشاوري معاه في العباده، وانت باغا تبقاي غاده خارجه داخله وديري اللي عجبك وما تشاوريش معاه. ما عجبهمش الطاعه ديال الزوج، ما عجبهمش الاذن انك تاخذي الاذن من الزوج ديالك، باغين هما يقصيو الرجل. تولي المراه عايشه في هذيك الدار كيف ما بغات تخرج، هذا الشيء ممكن ديريه، ولكن كون ما كنتيش مسلمه، مادام انك انت راضيه بالله وراضيه بالنبي عليه الصلاه والسلام وراضيه بهذا الدين، خصك تمتثلي الاوامر ديالو. وهذا الشيء في الاخر كيؤدي غير لتشتيت الاسر، وهذا الشيء اللي باغين هما اصلا. هذا هو الهدف ديالهم. الهدف ديالهم قال لك اننا نوليو متحررين بحال الغرب، ونمشيو نشوفوا الغرب ونشوفوا الدراسات ديال الغرب ونشوفوا الاحصائيات ونشوفوا تشتيت الاسر ونشوفوا نسبه الطلاق ونشوفوا نسبه الاجهاض ونشوفوا نسبه العلاقات. البنت 13 عام كتبدا في العلاقات، هذا الشيء هو الحريه بالنسبه لهم. فرساله النساء، فكروا شويه، فكروا بعقلكم وقراوا شويه وتعلموا، لان العلم وان الانسان يتثقف شويه ويعرف هو اللي كيخليه يحصن نفسه من مثل هذه الافكار هذه. ما شاء الله. بغيت نرجع معك للنقاب. كنسمع بزاف ديال الناس كيقولوا مجموعه من الاشياء عليه. انت دزتي مرحله الطفوله ومرحله الحجاب ثم مرحله النقاب. الحلقه كامله موجوده على قناه اليوتيوب، على سبوتيفاي، على جوجل بودكاست وعلى ابل بودكاست.